لكن تبقى المسؤولية، مسؤولية المتظاهرين عن الجرائم التي ارتكبت المعنوية والمادية، وتبقى مسؤولية اللي طلبوا الإذن بالمظاهرة ويلي هن دعوا لها، كمان بيتحملوا مسؤولية، لأنه إذا كان حق التظاهر مقدس يبقى حق التخريب والشغب مش موجود، وهيدا من مسؤولية السلطة كانت تقمعه. السلطة لم تقمع الشغب أثناء التظاهر، كما أنها لم تتحمل مسؤولياتها باستدراك الموضوع. المظاهرة تحضرت، عارف مين مشترك فيها، عارف أي جهات، تعرف النوايا من خلال أجهزة المخابرات تبعها، ما تدعي إنه ما عندها جهاز أمني، بتعرف طبيعة المشتركين فيها. هلأ بلشت اسمع إنه السوريين، عال بدي سلم جدلا إنه كلهم سوريين، ما فيهم ولا واحد لبناني. ليش السوري المقيم على الأرض اللبنانية مش خاضع للسلطة اللبنانية؟ وإذا كان سوري، وإذا كان تتري، وإذا كان نوري، وإذا كان شو ما كان، بتبقى مسؤولية الحكومة لقمع الشغب والسيطرة الأمنية. بنعرف إنه في وحدات عسكرية كانت جاهزة للتدخل ولم تدع للتدخل. وهون صار في عنا شك بوزير الداخلية وبالحكومة ككل، وبدعيهم للاستقالة، بدعي الحكومة للاستقالة. بس قبل ما تستقيل تتفضل تعوض مباشرة عن كل الأضرار اللي صارت بحق الأفراد بحق الجماعات. استنكر ولا ما استنكر، نحن مش جمعية مر منصور الخيرية اللي نظموا المظاهرة واللي سكتوا عنها واللي ما أخذوا الإجراءات الأمنية اللازمة حتى يوقفوها. امبارح كان في بعوكر اللي بدك بأي كانت بأي شعارات اللي كانت، كانوا أكثر عددا من هون، وكانت مضبوطة أمنيا وكانت مضبوطة من اللي عملوا المظاهرة، رفعوا شعاراتهم تظاهروا سواء كنا معهم بشعاراتهم أو كنا ضدهم، بس ما عملوا أعمال شغب ولا كسروا إزاز. فإذا لا 100 واحد بدوا يتظاهروا حد الأسر الحكومة بينقمعوا، بمحلات تاني بيفلتوا. يعني بتعتقد في تواطؤ؟ في تواطؤ، نعم في تواطؤ. اسمع شوي، عم تحدد شو تواطؤ من مرمرون؟ متواطئ على حاله حتى يجي يكسر كنيسته؟ مين متواطئ؟